السلام عليكم البنات ومرحبا بكم متتبعات قناه ام عثمان زيدات. كي دايرين؟ كيف حالكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير وتمام الصحه والعافيه. موالفين دائما كتشوفوني فيديوهات ديال الطاز، كنوريكم اش خدمت، كنوريكم اشنو درت، واليوم غيكون فيديو مغاير، يعني فيديو مغاير وفي نفس الوقت الموقف اللي عجبني بزاف. وهنا في بحال هاد الفيديوهات فين بغيت نتعرف اكثر وفين بغيت في لقيت الراحه ديالي اكثر وفي غنلقى الراحه ديالي اكثر مستقبلا ان شاء الله. اليوم ان شاء الله البنات دقت بابنا ودقت بابكم حتى نتوما البنات واحد القناه، يعني كنقول لكم دائما ام عثمان زيدات راه عمرها ما ترد شي حد دفع بابها ودخل عندها، يعني مستحيل، واخا نكون خدامه واخا ما عرف شنو يكون، يعني راه لا بد من استجب النداء. واليوم ان شاء الله يعني انا غنهضر معكم انا وغتهضر معكم هاد السيده، ولاول مره غتبان، يعني غتبان صوت وصوره ان شاء الله، وكنتمنى ما تخيبوهاش، يعني جايه بعيده وجايه، راه ماشي ساهل انك تدقي واحد الباب وانت فيك الخلعه، واش غيحلوه عليك، واش غيقبلوك، واش غيبغوا، يعني راه ماشي سهله وماشي اي واحد. راه بزاف الناس اللي حالين قنوات كيف ما كنقول لكم دائما باش يعيشوا، يعني راه كاين اللي حال قناه يعني غير يعني كيف ما كنقولوا غير شبعه فوق خضره فوق طعام، ولا شبعه ولا شي حاجه غير زايده باش يتلهوا، ولكن كاين بعض الناس اللي حالين قنواتهم باش يعيشوا. البنات اليوم ان شاء الله غتكتشفوا معايا واحد الوجه اللي كنطلبكم انا بصيغتي، كاين عارفه ومتاكده ان كاين ناس بزاف كيبغوني، عارفه ومتاكده، يعني حتى انا بدوري كنطلبكم، يعني كيف ما نتوما كتدعوا معايا وبزاف الحوايج بغيتكم اليوم حتى نتوما توقفوا في هذا الموقف اللي غنفرح بزاف الا شفت هذه السيده دخلوا عندها ناس بزاف، ومادام دقت بابي راه دقت بابكم حتى نتوما، وانا عارفه متتبعه ام عثمان زيدات راه كره ماء وما غاديش يدخلوا عليا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغيتعاونوا مع هاد السيده وغيدخلوا لقناتها وبشوي بشوي بشوي بشوي، يعني ان شاء الله غتبقى زايده وكتطور القناه ديالها وزايده وكتطور المونتاج وزايده وكتطور التصوير. حنا كنا بدينا بحال هكايا، كيف ما كنقول لكم دائما انا راه اول فيديو صورت، يعني راه كان واحد التصوير ما عرفتش نيت التصوير، ما عرفتش نشد الكاميرا وما بغيتش نمحيه البنات، والله ما بغيت نمحيه لانه ما زوينش، علاش؟ حيت التصوير فيه ضعيف جدا، وبقيت بشوي بشوي، يعني بشوي 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 انا كنطور التصوير ديالي، وبشوي بشوي انا كنطور حتى في الوسائل ديال التصوير، يعني ماشي من المره الاولى خديت تليفون كيصور جوده عاليه وخديت تريبيه، راه خديت في الاول تريبيه غير ديال 50 درهم، وبقيت بشوي بشوي وانا كنحسن فيه وانا كنزيد. المهم كنقول لكم دائما البنات راه ماشي نبداو بديه طالعه من الاول، راه دقه دقه، الانسان اللي كيطلع ديك الدقات متابعين وبشوي بشويه كيفرح فيهم وكيحس بلذه كل درجه فاتها، كيحس وكيتفكر كيقول شو كي كنت وشي كي وليت. راه هادشي علاش بغينا حنا كاملين نعاونوا هاد السيده. انا شفت القناه ديالها يعني تبارك الله مزيانه، يعني ناقصينها شي حوايج قلال، نتوما اللي غتعاونوها باش انها توصل وتصور حتى هي بكاليتي زوينه وتصور بجوده عاليه وتصور، لان القنوات سواء انا ولا هاد السيده ولا قنوات اخرين راه بالمشاهدات ديال الناس باش انهم كيتزدهروا وكيزيدوا وكيطوروا وكيزيدوا القدام، يعني راه المشاهدات ديالكم ولي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم وخصوص التشجيع لنا ديالكم غيخليها تزيد القدام. المهم ما نطولش عليكم، غنخلي الوجه الجديد يبان ان شاء الله. اجي حدايا. السلام عليكم البنات، كيف لاباس عليكم؟ كدير مع الصحه؟ كنتمنى الله تكونوا كلكم بخير. سمحوا لي متوتره شويه حيت اول مره، عادي عادي اول مره كنبان على الكاميرا، ولدرجه يعني حتى الزوج ديالي كان قبل يعني معترض بانني نبان، والفضل كيرجع للاخت امينه الله يجازيها بخير، الفضل كيرجع الله سبحانه وتعالى. ومن بعد منه الاخت امينه الحقيقه يعني باش نقنعوا، يعني سنين وانا دايره هاد القناه وما كنبانش، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى والاخت امينه قلت لها كدا شوفوا قلت لها جربي على الله اليوم، وفرحت والله العظيم ملي قال لها شوفي غير باني يكون. المهم الحمد لله بفولارها انسانه محترمه، بلا فيه لا في لباسها لا في شكلها، اللهم لك الحمد، يعني جوج الحوايج فرحت ليهم، لان اول مره غتبان في القناه ديالي، وماشي هكا يعني خدات الموافقه من الزوج ديالها. شوفي دابا شوفي كلشي زوين، دابا راجلك راه غادي تجي تبلا مني انا ان شاء الله باذن الله غدا في نفس المستوى اللي انا غدا فيه، ولكن غدا نزيد نطور كما قالت لكم الاخت امينه في التصوير ديالي في هذا
بشوي بشوي. يعني حتى المحتوى ان شاء الله باذن الله ما عرفتوش شنو كاين، نقدر نغير المحتوى، نقدر يعني شي حاجه اللي تكون مزيانه يعني اللي ترضيكم انتم المتتبعات اللي ديالي اللي بغوها ان شاء الله. واللي واحد القضيه بعدا كيف غننصحك انت، كيف غننصح اختي ولا شي حد اللي غيحل القناه، يعني الانسان يدير واحد المحتوى حتى ديما يدير قبل ما يدير قناه ولا قبل ما يدير محتوى يدير بحساب انه واحد النهار غيموت. شي حاجة اللي واحد نهار حتى لحل ولادك ولا عير الناس اللي شافوك يقولوا يعني محتوى اللي ما غتاخذوش عليه ذنوب، يعني يكون محتوى زوين وربي غيسهل لكم ان شاء الله. ان شاء الله المتتبعين ديالي غيسمعوا النداء ديالك والطلب ديالك وغيستجبوا ان شاء الله. نقول لكم انا اليوم طرقت باب الاخت امينه وما ردتهاش في وجهي، الله يجازيها بالخير والله يكثر خيرها، يعني الظروف ما يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. يعني انا درت هاد القناه درتها باش نعاون بها الحاله ديالي، الحاله الماديه، يعني عندي وليدات كيقراو وعندي الكرا فهمت، ودرت هاد القناه يعني باش نعاون بها راسي ونعاون بها الزوج ديالي ونعاون بها وليداتي، يعني باش نحسن من المعيشه ديالي، وحتى في نفس الوقت يعني باش نحس براسي انا ما قاريش وما ما درتش يعني شي صنعه اللي يعني ندير بها، بغيت شي حاجه اللي تكونني قدام الناس ويعني نحس براسي، نحس بالكيان ديالي راني كاينه، يعني راه انا كاينه، يعني عندي واحد الفائده كنفيد بها الناس، وان شاء الله حتى انا نستفد منهم. هذا هو الشعار ديال القناه ديالي ان شاء الله. فيد واستفيد ام محمد. انا اليوم كنترجاكم وكنقول لكم دخلوا عندي دعموني بانني محتاجه للدعم ديالكم بزاف. صراحه مسكينه راك كل والله كترعد عادي عادي، لان اول مره كتباني قدام الكاميرا وماشي سهله، راه ماشي سهله تباني قدام الكاميرا. ولكن شوفي واحد دابا انت حنا غنهضروا على القناه، ولكن وحاجه اخرى ثاني غنوصيك عليها، لانني انا مولفه كنوصي العيالات وكنصحهم، حتى انت بحالك بحال هاد الناس ولا هاد الناس اللي كيتابعوني شحال المده هذه. اليوتيوب وسيله فعلا، كاين واحد الباب من ابواب الرزق محلوله، ولكن دائما ندير في عين الاعتبار ديالي لان واحد النهار غيقدر يتسد. هاد النصيحه اللي قلتها لك انا سمعتها البارح من عند مريم بركات، الاخت مريم بركات، يعني بحال هكا راه ندير اليوتيوب ونخدم فيه ونتحرك فيه، ولكن في نفس الوقت ندير شي حاجه اللي غتكون راسخه، شي حاجه اللي غتبقى دائما ديالتي انايا، اما صنعه اما هوايه طابخ اما حلوه، يعني شي حاجه اللي حتى حيد اليوتيوب يعني تلقاي راسك راه كاينه واحد الحاجه. واليوتيوب راه ما نقولوش راه باب من ابواب الرزق حتى هو، مادام محلول راه استغلو. صح عندك الحق، ايوا ان شاء الله البنات ما غاديش يخيبوك وغادي يدخلوا عندك القناه ديالك، وان شاء الله كنتمنى تحمري الوجه كيف ما نقولوا وتكوني مراه وقاده ان شاء الله. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديال الاخت امينه والحسن الظن ديالكم نتوما، وكنشكركم بزاف بزاف، كنشكر اخت امينه مهما نقول ومهما ندير، يعني ماشي شي حاجه ما نكذبش عليكم، باش يعني تدقي باب من اول مره ويتحل لك الباب وتصور معاك، يعني راه ما نكذبش عليكم انا راه طرقت بيبان، ويعني ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه، والحمد لله الباب الوحيد اللي يعني ناس استقبلوني مزيان، ما نقولش لكم الحمد لله، يعني ناس بزاف اللي استقبلوني استقبال زوين، ولكن باش يصوروا معاك من اول هذا ما لقيتش، ما نكتبش عليكم ما لقيتش. شكرا لك بزاف اختي امينه، الله يجازيك بخير. شكروها لي الناس بزاف والله الا شكروها لي الناس، يعني في الحومه ديالها هنايا، والحمد لله يعني داكشي اللي قالوه كاين الحمد لله. الله ييسر لك والله يسهل عليك، باب مفتوح يعني الله يسهل عليك، وان شاء الله ما يردوهاش في وجهك المتتبعات ديالي، وغنخلي لهم كذلك الرابط ديال القناه ديالك اسفل الفيديو وفي اول تعليق، باش هكا يرجعوا للتعليق ويشوفوا الرابط ديال القناه ديالك ويدخلوا عندك ان شاء الله ويفرحوا وتكون الانطلاقه ديالك ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لكم بزاف بزاف، وكنتمنى من الله تتابعوني وتدعموني، محتاجه للدعم ديالكم، سمحوا لي عاودت هذه الهضره. كنشكركم بزاف والله يكثر خيركم والله يجازيكم بكل خير، اعتبروها يعني صدقه جاريه ملي كدعم واحد الانسان. الحمد لله كما شفتوني مستوره راه هكا في القناه ديالي، راه غادي تدخلوا تشوفوا المحتوى ديالي، يعني ماشي شي حاجه اللي يعني ما تقدروش تفرجوا فيها ولا شي حاجه، يعني كل شيء محترم عندي ان شاء الله.
ان شاء الله. يلا هالبنات كنتمنى ما ترفضوش هالطلب ان شاء الله، وكاملين دخلوا عندها القناه ديالها وعاونوها بالاشتراك. وانا ماشي غير مع هالسيده، اي وحده مرحبا والف مرحبا. يلا غنقول لكم السلام عليكم، ان شاء الله غنشوف لي زابوني اللي غيتزادوا ان شاء الله، يعني غنشوف القناه ديالها. وكن يعني نفرح لو ان لي زابوني ديالها طلعوا، المشاهدات ديالها طلعوا، ان شاء الله غنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد. شكرا.